عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة عدد من المشروعات المتعثرة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والموارد المائية والري والصحة والسكان وعدد من المسؤولين. وخلال الاجتماع كلف مدبولي أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء بحصر المشروعات المتعثرة وعقد اجتماعات منتظمة لتحريك هذه المشروعات وحل مشكلاتها والعمل على سرعة تنفيذها ودخولها الخدمة. سيادة المستشار عبد المعطي، يعني كيف ترى جهود رئاسة الوزراء في حل مشكلات الشركات المتعثرة؟ هو الحقيقة النهاردة الاجتماع اللي اتكلموا فيه ما كانش بيتكلم على الشركات المتعثرة، هو كان بيتكلم، وكويس اللي انت أثرت دي عشان نتكلم على الجزئين مع بعض. هو في حاجتين من التعثر حصلوا في مصر في السنوات العشر الأخيرة: شركات خاصة ومشروعات ومصانع متعثرة لديها قروض من البنوك وتعثرت في سدادها فتوقفت عن النشاط. اللي كان بيتكلم عليه مجلس الوزراء النهارده حاجة تانية، هو مشروعات الحكومة. الحكومة تبدأ مشروع للصرف الصحي مثلا في بعض القرى، ثم يتم الخلاف على موقع محطة، على قطعة أرض، على آخره، فيتعطل مشروع يهم ملايين أو مئات الآلاف من البشر، وتم تعليق قدر كبير من الاستثمارات من أجل تنفيذه ويتعطل استكماله. وفي هذا الاجتماع تحديدا المهندس مصطفى مدبولي أثار هذه النقطة اللي هي فكرة التنسيق بين الوزارات. قال إنه يجتمعوا مع بعض ويشوفوا إيه المشروعات دي، يعملوا لها حصر الأول ويشوفوا إيه المشروعات دي محتاجة تنسيق أي جهات مع بعض، بدلا من الخطابات المتبادلة اللي بتاخد شهور وربما سنوات بين الجهات المختلفة لحل هذه المشكلة. دي مسألة مهمة بالذات في الخدمات الرئيسية والمرافق. النقطة اللي حضرتك بتتكلمي عليها الخاصة بالشركات دي أيضا اتعمل لها من أسبوعين فقط السيد رئيس الوزراء مع بمبادرة من البنك المركزي، اشتركت فيها معظم البنوك، لإعفاء هذه الشركات والمصانع والأفراد المتعثرين أو اللي عندهم مشروعات متعثرة من فوائد القروض اللي عليهم، بشرط يسددوا القروض دي بشكل كامل، وبالتالي يستطيعوا أن يستأنفوا النشاط ويوظفوا فرص العمل. الموضوع ده على فكرة مش قليل. أنا عايز أقول الحصر المبدئي أوجد 3500 مشروع ومصنع متوقفين ومتعطلين، وحولوا الناس العاملين إلى بطالة. الناس أصحاب القروض المتعثرة حوالي 400,000، كأفراد 400,000، كشركات 3500. السير في المسارين معا سيؤدي إلى استئناف العديد من المشروعات التي كان قد بدأ فيها، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد والمرافق في المجتمع.